من الآخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. عايز أبدأ بالقصة بتاعت محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي اللي انضم مؤخرا لنادي نيس الفرنسي ولم يصل إلى معسكر المنتخب المصري، وتصريحات شديدة جدا امبارح للكابتن إبراهيم حسن، وقال لك انه مش هنسيب حق منتخب مصر واتحاد الكوره لازم يصعد الموقف، وانه محمد منعم ما وصلش، وانه نادي نيس مش عايز يبعته، وتصريحات الحقيقه شديده جدا. عايز ادي بمثال بيحيى عطيه الله لاعب النادي الاهلي الظهير الايسر مع منتخب المغرب، لما تسال وليد الركراكي هو فين يحيى عطيه الله من المنتخب، ما ضمتوش ليه لهذا المعسكر، قال انه اللاعب طلب مني الفترة دي مع نادي جديد النادي الأهلي إنه يتكيف معاه ويبدأ معاه معسكره، لعل ده يبقى ليه تأثير إيجابي على مسيرته الجديدة مع النادي الأهلي. مثلا أشرف داري ما طلبش كده، فوليد الركراكي بيقول لما اللاعب طلب كده سابه واداله هذه الفرصة. ليه سابه؟ لسببين. أول سبب إن تصفيات إفريقيا في الآخر لا تقارن المستويات بمستوى المغرب في مجموعتهم، زي ما احنا كده لا يقارن المستوى اللي في مجموعتنا بمستوى منتخب مصر. تاني سبب انه بيكسب اللعيب بتاعه للفترة الجاية بشكل كبير جدا. المانع ان الكابتن ابراهيم حسن يتواصل مع محمد عبد المنعم ويدردش معاه ويشوف وجهة نظره ايه. اذا وجهة نظر محمد عبد المنعم انه محتاج يتكيف مع نادي جديد ويقعد الفترة دي معاه ويبقى موجود في معسكر اكتوبر، ايه المشكلة يعني؟ يعني انت هتلعب مين يعني عشان يبقى محمد عبد المنعم لازم يبقى موجود في وجود حجازي وفي وجود رامي ربيعة وياسر ابراهيم ممكن يبقى موجود واللعيبة دي كلها موجودة وبيكهام وغيره يعني. يعني ايه المانع انك تعمل كده وتضم لعيب تاني مكانه بسرعة دلوقتي من اللعيبة الموجودة؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ليه التصريحات التصعيدية دي؟ يعني أول ما راح محمد عبد المنعم نيس وكان الكلام إنه رايح نيس وهيسافر، ويعني ليه ما حصلش تواصل بين المنتخب وبين الجهاز الفني لنيس على طول؟ أو اتحاد الكورة مع إدارة نيس؟ وإحنا ليه دايما نستنى لما المشكلة تحصل وبعدين ندور على الحل؟ ويبقى الحل بتاعنا عصاية، يعني إحنا عايزين نمسك العصاية ونجري ورا أي حد. أنا مش عاجبني الأسلوب ولا اللهجة ولا لها علاقة بالوطنية. ممكن يبقى محمد عبد المنعم لسه واصل هناك والنادي يعني عايزه يتكيف مع لاعبته بسرعة عشان الدوري الفرنسي شغال، ده راجل واصل اول تسعة لعب تاني يوم ماتش وعنده ظروفه، ممكن يقدر يجي ما يقدرش يجي، انا ما اعرفش. لازم يحصل، اللي عايز اقوله في الاخر انه لازم يحصل تواصل مع محمد عبد المنعم، وده على فكرة حاجة نقصانة طول الوقت بالنسبة للكابتن حسام حسن مع المنتخب. طول الوقت عندنا مشكلة التواصل دي غير قائمة، وانه يعني كل حاجة لازم تتم، وانه يعني كل حاجة يعني يتم يتحصل يعني نعمل مشكلة، حاجة الحقيقة غريبة جدا. طيب عايز اقول انه وكيل اللاعب اللي هو بوبينزا اللي هو اللاعب الجابوني المهاجم، وعلى فكرة ده مهاجم كويس جدا، مهاجم كويس جدا اللي هو ارون بوبينزا ده، اللي هو الزمالك اتسربت منه كلام او اخبار انه بيحاول يفاوضه. اللاعب كان بيلعب في العربي القطري وبعدين اتنقل للشباب السعودي وبعدين راح لامريكا مؤخرا، والزمالك بيتكلم معاه بعد فسخ التعاقد بتاعه مع امريكا، وفي كلام على اخلاقه عنه مشاكل وانه بيعمل مشاكل، فالفسخ التعاقد ده بسبب مشاكل، يعني كل دي في الاخر لعيبة كرة كتير بتعمل كده. لكن اللعيب ده على فكرة يعني ارقامه كويسة جدا، لعيب بيلعب مع المنتخب الجابوني، شارك في 35 مباراة مع المنتخب، سجل 8 تجوال مثلا، لعب 190 ماتش جاب 78 جول وصنع 18 جول، لعيب كويس، مهاجم فعلا كويس. وفي كلام كمان ان الزمالك عايز يجيب عمر فرج المهاجم اللي الاهلي فكر فيه، لكن ما وصلش معاه لاي اتفاق نتيجة انه مارسيل كولر بيدور على مهاجم تاني، والزمالك قرر ان هو يفسخ التعاقد مع سامسون اكينيولا، واحد من اغرب الصفقات اللي جت في تاريخ الزمالك واغرب القرارات ان هو تأيد افريقيا، معرفش ازاي سامسون اكينيولا ده، مش عارف ازاي يعني، تخيل يعني. فالزمالك
اللعيبه الحقيقه اللي بتعلن اسمائها ان الزمالك بتفاوض معاها هي اسماء لعيبه كويسه جدا. لكن لقيت تصريح عجيب جدا وغريب من واحد من اعضاء مجلس الاداره اللي بحترمهم جدا على فكره، الاستاذ عمرو ادهم. استاذ عمرو ادهم هو عضو مجلس اداره نادي الزمالك، ومن الناس اللي بتشتغل في صمت، والناس اللي معروفه بحبها للنادي الحقيقه يعني، ومن الناس المحترمه اللي احنا بنديها كل تقدير واحترام. لكنه عمل بوست يعني استغرب جدا وقال لك زعلان ان الميديا بتتناقل اخبار انتقالات الزمالك ولاعيبه الزمالك. وجه سؤاله للاعلاميين وخصوصا الزملكاويه، يعني اعلام، ما هو دي مشكله التصنيف، دي مشكله التصنيف ان الناس تصنف فلان اهلاوي او فلان زملكاوي، وياما قالوا على فلان انه اهلاوي وهو مش اهلاوي وهو زملكاوي، وياما قالوا على فلان زملكاوي وهو مش زملكاوي وهو اهلاوي، والناس بتقول وتمشي ورا الكلام وفي الاصل مش حقيقي. لكن قال لك عمرو ادهم ليه سؤال عند حضرتك باعتبارك زملكاوي ويهمك مصلحه الزمالك من رواد الميديا المحبين او المحسوبين على الزمالك، حتى لو حصلت على معلومه ايه الذكاء في تسريب اخبار مفاوضات سواء حقيقيه او غير حقيقيه غير اللقطه او الاحساس بسبق ليس له اي قيمه، مش مهم الضرر او افساد اي مفاوضات، الحقيقه سلوك طفولي يرتقي الى درجه الغباء، اللي بيحب الزمالك ومصلحه الزمالك فعلا مستحيل يعمل كده. اول مره في حياتي اشوف مسؤول يعاتب الميديا انها بتعلن او تنشر اخبار التفاوض بين نادي وبين لعيب، لان الاستاذ عمرو ادهم هدفه انه ينجح في شغله كعضو مجلس اداره ويجيب الصفقه. فراجل مستاء ان الاعلامي سواء زملكاوي او غير زملكاوي، طبعا ده كلام فارغ كلمه زملكاوي دي، يعني ان الاعلامي بيحاسب الاعلامي انه كمان عايز ينجح في شغله. يعني هو الاعلامي يا استاذ عمرو اساس شغله انه هو يجيب المعلومه وينقلها للناس، واساس شغله انه لما يجيب المعلومه يعلق عليها، اساس شغله انه لما يجيب المعلومه ويعلق عليها يحللها اذا كان بيمتلك بين الخبره اللي تخليه يعمل كده. فالحقيقه كان كلام يعني رد من الاستاذ عمرو ادهم غريب جدا، وانا بعتبره يعني انت يعني بيطلب من الناس يقول لهم ما تعملوش شغلكم عشان انا اعمل شغلي. طبعا مفيش حاجه اسمها كده. من اول ريال مدريد في العالم لاي نادي، التفاوض والانتقالات واللعيبه الجديده، وده موجود في الدنيا كلها، مش موجود بس في نادي الزمالك. وبعدين يا فندم اي تسريب بيحصل للميديا ورواد الميديا بيخرج من النادي، ما هو التسريب بيخرج منين؟ ما هو التفاوض بيتم بين اللعيب وكيله وبين النادي، يا هيخرج من النادي يا هيخرج من اللعيب وكيله، صح ولا غلط؟ ولا التفاوض بيخرج منين؟ فكان يعني لفت نظري هذا الرد الغريب الحقيقه من عمرو ادهم، لكن في الاخر هو راجل محترم وخلينا نشوف هنعمل ايه. عندي حاجة غريبة جدا، الزنفولي حارس مرمى النادي الاهلي اللي كان جاي له اعاره من الداخلية واللي انتقل بشكل رسمي لنادي غزل المحلة واعلن عن ده، واعلن حتى عن صورة العقد بتاعه، راح مضى في حرس الحدود وبقى عنده مشكلة كبيرة جدا في توقيعه لحرس الحدود، ولانه هو هيبقى موقع لناديين، نادي المحلة ونادي حرس الحدود، وبالتالي ممكن يتوقف لانه ماضي في الناديين، بل ماضي مع غزل المحله كمان، بيقول له في ضمن العقد انه يدفع له الشرط الجزائي اللي موجود في عقده مع نادي الداخليه. انتوا عارفين هو كان معار من الداخليه للنادي الاهلي، ثم بعد ذلك تركوا النادي الاهلي بعد انتهاء الاعاره بتاعته، فراح مضى في غزل المحله. واعتقد دي ازمه ربما تتسبب في ايقاف الزنفري ان لم يصل اتفاق نادي حرس الحدود مع نادي غزل المحلة. عايز اختم الكلام بمحمد علي بن رمضان
اللي كل يوم لازم في شابتر كده في الحلقة عن محمد علي بن رمضان. انا بقول لكم الصفقة باتت.